النظرة واحدة بدوق تركة منك تطفي ناري. سايب حكاياتي يلا مش هتخلص من حواراتي وسط راسك هنشا خلصانة معاكو بشياكة اه يا عيال الا وم ايه يا عم ده يا عم ده خلصانة معاكو بشياكة اه يا عيال الا وحكاكة اسلحتنا عليكو فتاكة فارس من صغر سني صحابي بقت تتعبني محتاجة بتزوغ مني ادوس عليها غصب عني اصل هي ما بتعديش قلت يا واد الجاي احلى ومصر على ايام تحلى الاقي كل يوم انسحلى والحظ ما بيشوفنيش ايكو الدخلاوي دنيا الكدابين ما بقاش نافع يمين دايما مخنوق حزين وحكايتي مش خالصة الناس مزعية فين رايحين مع الرايحين الصحبة دول تعبين ما بقتش فاهم القصة ونتقابل في جهنم بقى ما احنا لو رحنا الجنة مش هنلاقي حد نعرفه الجهاز ده بيمسك الحرامية خدوا الجهاز شغلوه في إيطاليا بعد نص ساعة مسك حرامي خدوا الجهاز شغلوه في ألمانيا بعد تلت ساعة مسك اتنين حرامية خدوا الجهاز ده شغلوه في القاهرة بعد تلت دقايق الجهاز اتسرق منين عاملين علينا أقسوه وأنا الأرض سابت أنا لسه ما تهزتش أبطل على إيدي تابت واللي خلف ما ماتش انا عندي ضحكة غابت بنشرف فيكم وبقول ان الدنيا بحالها حزدانة عليكم ده حتى الطيبة دي جواكم بتبان في عينيكم ما ياكلش عيشنا وما لحقنا غير الاصيل لو حتى دقت يوم علي على اخوي يميل كلمتنا واحده وعلى الحلال متربيين وفي اي حته معروفين من غير دليل اخواتي